علم كيف ستطهو الأكلة، كيف ستطهو الأكلة. فلذا قم وتعلم معنا شيئا أحلى، فلذا قم وتعلم معنا شيئا أحلى. سوف نغذي عقلك من تاريخ ولا، سوف نغذي عقلك من تاريخ ولا. نركب أمواج الماضي ونسافر في رحلة، ونسافر في رحلة في مطبخنا المحترم. أهلا بكم أهلا، أهلا بكم أهلا. سلطة مرقة كعكة بوضة قشطة كبسة، سلطة مرقة كعكة بوضة قشطة كبسة. لا يكفي أن تتعلم كيف ستطهو الأكلة، كيف ستطهو الأكلة. السلام عليكم، ها قد التقينا مجددا لتحضير وجبة شهية، وهي شرائح سمك موسى مع الصلصة البيضاء. ها الصلصة جاهزة يا فريد، هل توليت الأمر عني؟ تترى ترى ترى، اليوم لدي من أجلكم بعض المعلومات عن الحليب، العنصر الأساسي في صلصتنا. الحليب هو سائل أبيض غير شفاف، مكون من الدهن والبروتين ونوع من السكر يسمى بالأكتوز، ومن معادن متنوعة كالكالسيوم والفوسفور والكلور والصوديوم والبوتاسيوم والكبريت. على الرغم من أن معظمكم يعرف الحليب المعبأ في علب، إلا أنه من أقدم الأطعمة في تاريخ البشرية، وتنتجه بشكل طبيعي إناث الثدييات لإطعام صغارها. نحن لا نعرف بالتأكيد متى بدأ الإنسان يتناول حليب الحيوانات، لكن نعتقد أن ذلك بدأ بعد نجاحه في ترويضها. وهكذا بدأ الإنسان يحلب الحيوانات التي يربيها، لا سيما المجترة منها. في العصور الوسطى انخفض استهلاك الحليب في أوروبا باستثناء البلدان الشمالية، ففي تلك البلدان زاد اتساع مزارع الماشية من شهية الناس وإقبالهم على منتجات الألبان كالزبدة التي تنتج بتجميع القشطة التي تظهر على سطح الحليب. يفضل الناس في بعض البلدان حليب الماعز والغنم أو حليب الجاموس، أما اليوم فحليب الأبقار هو الأكثر شيوعا، حيث يتم تسويقه وبسترته وتعقيمه وتبريده، وهذه كلها عمليات تضمن للإنسان أنه غذاء ملائم للاستهلاك. والآن لننتقل إلى وصفتنا. المكونات لأربعة أشخاص هي 4 شرائح من سمك موسى، ملعقة زبدة، نصف لتر حليب، 50 جراما من الجبن الأزرق، دقيق، ملح، زيت زيتون، جوزة الطيب، وبقدونس ناعم. إنها سهلة التحضير جدا. أولا ننظف السمك ونقطعه إلى شرائح، نتبل السمك ونغطيه بالدقيق، نقل الشرائح في وعاء صغير عدة دقائق على كل جانب، ثم نضعها في وعاء مضاد لحرارة الفرن. لإعداد الصلصة نذيب الزبدة في وعاء، نضيف الجبن المبشور وملعقة من الدقيق، نمزج المكونات جيدا ونحرك باستمرار بينما نضيف الحليب، نضيف الملح وجوزة الطيب والبقدونس المفروم ونتركه ليتجانس بضع دقائق. بعد ذلك نغطي شرائح السمك بالصلصة، نضعها في الفرن حتى يحمر سطحها، ثم نقدمها. جربوها سوف تعجبكم بإذن الله. سلطة مرقة كعكة بوضة قشطة كبسة، سلطة مرقة كعكة بوضة قشطة كبسة. لا يكفي أن تتعلم كيف ستطهو الأكلة، كيف ستطهو الأكلة. فلذا قم وتعلم معنا شيئا أحلى، فلذا قم وتعلم معنا شيئا أحلى. سوف نغذي عقلك من تاريخ ولا، سوف نغذي عقلك من تاريخ ولا. نركب أمواج الماضي ونسافر في رحلة، ونسافر في رحلة في مطبخنا المحترم. أهلا بكم أهلا، أهلا بكم أهلا. سلطة مرقة كعكة بوضة قشطة كبسة، سلطة مرقة كعكة